نعم، انطلقت اليوم قمة بريكس تحت شعار تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين بمشاركة دولة الإمارات، حيث بدأ الرئيس الروسي حقيقة باستقبال المشاركين فيها من رؤساء الدول والوفود الرسمية. حقيقة ستشارك نحو 40 دولة، وستتضمن أجندة القمة عددا من المواضيع التي تعزز هذا التجمع الاقتصادي، ومن المتوقع أن تؤدي كذلك القمة إلى إنشاء آليات جديدة وحديثة لتعاون أعمق في التجارة والاقتصاد، وإنشاء كذلك مؤسسات تكنولوجية ومالية. كذلك حقيقة القمة تعقد وسط تحديات وأزمات عالمية، وتعمل القمة حاليا على حل هذه النزاعات وإحلال السلام. أخيرا، من خلال حقيقة ما رصدناه، تركز قمة كازان على خلق بيئة اقتصادية مستقرة وتحفيز الاستثمار المتبادل، والأهم من هذا كله هو حل النزاعات والصراعات. هذا ما لدي حتى الآن، وسنوافيكم بكل ما هو جديد عن أعمال قمة كازان. الكلمة والصورة.